السلام عليكم جميعا. كثير 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 ناس سألوني انه احنا حابين نطلع على بريطانيا او امريكا او اي بلد اجنبي، لكن مشكلتنا في اللغة، مش عارفين لو وصلنا هناك كيف بدنا ندبر امورنا، ومش عارفين اصلا قبل ما نطلع هناك كيف بدنا ننجح في امتحان اللغة اصلا، خصوصا انه جزء منه speaking يعني محادثة. قبل ما ابدأ بالموضوع لازم اعطيك اهم نقطة، نصيحة مني لكم لوجه الله، أهم نقطة في كل موضوع اللغة اللي هي الاستمرارية. أنا بعرف كثير ناس بسجل في دورة شهر، بحضر أول درسين برجعش، بعدين بقول لك بدي أتعلم الإنجليزي من اليوتيوب، بيفتح على قناة بلاقيها منزلة مثلا سلسلة 50 فيديو، بحضر أول 2 برضو بكملش، بصير يقول لك أنا بدي أتعلم من الأغاني أو من المسلسلات أو من الأفلام الأجنبية، بحضر فيلم فيلمين بعدين برضو بكملش. فالموضوع بده ممارسة وبده جلد وصبر وعزيمة. رقم 1، لازم يكون عندك أساس. ما بصير تطلع على دولة أجنبية وانت مش عارف الماضي من المضارع من الأمر من البريزنت بارتيسيبل من الباست بارتيسيبل. فإذا كان عندك ضعف في هاي النقطة بالعربي قبل ما تبلش بكل القصة، ضيع لك شهر زمان، ارجع راجع الأساسيات تقوى فيها، بعدين اتعلم الأشياء الثانية. لو معك فلوس خذ دورة محادثة. في كل بلد عربي في 1,000,000 مركز بيقدموا خدمة دورات المحادثة باللغة الإنجليزية، وبالعادة بتكون شغال يعني 40 دولار 60 دولار إشي زي هيك. ممكن تلاقي بعض المراكز أو بعض الأساتذة بعطوا هاي الدورة أونلاين، يعني حتى تطلع من البيت مش مضطر. رقم 2، ممكن تدخل على بعض مواقع المحادثة. في مواقع تدخل عليها بس عشان تحكي إنجليزي مع ناس نيتيف سبيكر، يعني هو أصلا إنجليزي أو أمريكي، أو ناس زيك زيهم بدهم يحكوا بالإنجليزي مع أي واحد عشان يتقوى باللغة ممارسة بس. فممكن تدخل على الموقع تلاقي واحد بريطاني مع واحد أمريكي مع 3 هنود مع 7 من باكستان مع 2 من مصر، وانت وحظك. في موقع مثلا اسمه بير بلاي، هذا جربته فترة كثير حلو. بتدخل عليه، التسجيل مجاني، بتعمل أكاونت، بتفوت بتلاقي قدامك غرف كثير، بتدخل على الغرفة اللي بدك إياها. Good evening، مين معي؟ أنا فلان من باكستان، أنا فلان من بريطانيا، أنا فلان من مصر، عن إيش بتحكوا؟ عن الرياضة. تقعد تحكي معهم زي ما بدك، لما تزهق بتقول لهم طيب أنا بدي أطلع يلا باي. تفوت على غرفة ثانية، إحنا بنحكي في السياسة. غرفة ثالثة، إحنا بنحكي عن الطب. كل ما تحكي في مواضيع أكثر، كل ما صار عندك حصيلة لغوية أكبر، هذا الإشي بفيدك. في مواقع زي دولينجو برضو تعلم فيه المحادثة، في مواقع زي بابل برضو مفيد في الأمور هاي. فانت شوف لك واحد من هذول اللي بيعجبك اكثر او اللي بيركب على مخك اكثر، تشوفه مناسب لك اشتغل عليه. بعض الناس بيقولوا انه لازم تشوف افلام اجنبية بدون ما يكون مكتوب عليها الترجمة بالعربي. هاي الطريقة انا شخصيا ما جربتها، لكن كل اللي جربوها بيمدحوا فيها. في ناس بيقولوا انه بدي اشوف فيديوهات على اليوتيوب بدون ترجمة، برضو نفس الفائدة. في ناس بتابعوا بعض القنوات اللي بيكون فيها بودكاست بالانجليزي وبدون ما يكون ترجمة مكتوبة، برضو بيستفيدوا. في ناس بيجيبوا كتب او جرايد او بنزلوا كتب او جرايد PDF من الانترنت بتكون مكتوب بالانجليزي، وهو بتعود انه يقرأ بالانجليزي بدون ما يجيب قاموس. نصيحة، لا تقلق بشأن قصة النطق او الاكسنت. ما في حدا بامريكا بالذات، ما في حدا امريكي اصلي. امريكا فيها 330 مليون منهم يمكن أقل من 400,000 سكان أصليين، والباقي كل واحد جاي من قارة. فحتى الأمريكان اللي في أمريكا مش راح أقول لك ليش أنت بتتكلم بلهجة مش صحيحة زينا، ما حد راح أقول لك ليش بتقول ووتر مش وورر. هاي النظرة المتخلفة بتلاقيهاش إلا عند العرب الهبل اللي هم النوعية اللي قاتل حاله يقلد الأجانب بدون سبب مقنع. فانت لما تروح على امريكا راح تظل تتكلم بنفس اللهجه، راح تروح هناك راح تلاقي الصيني له لهجه والهندي له لهجه والمكسيكي له لهجه، وانت الوحيد المجبور تقلد الامريكي بالحرف. لا، خليك على طبيعتك. فانت مجبور تتعلم الكلام وتتعلم انه تفهم، يعني ترسل وتستقبل، مش مجبور تقلد الفونيتكس او الصوتيات هاي بالحرف، بيرجر ووتر والهبل هذا. لا، ممكن لو إلك صاحب أو جار أو قريب أو واحد بتعرفه برضو قاعد بيقوي نفسه بالإنجليزي، تتفقوا مع بعض إنه تزوروا كل يوم ساعة، تكلموا كل يوم مكالمة فيديو، تكلموا كل يوم مكالمة عادية، احكوا بالإنجليزي عشان أنت بتتقوى وهو بتقوى، وأنت بتدله على أخطائه وهو بدلك على أخطائه برضو. طيب هسا أنا بدي أمارس اللغة، أمارسها كل شهر كل أسبوع كل يوم،
شوية قواعد خلينا نمشي عليها كلنا. أولا حدد لنفسك وقت معين كل يوم، مثلا بدي كل يوم أمارس اللغة نص ساعة أو ساعة أو 3 ساعات حسب أوقات فراغك أنت. رقم اثنين، مهم جدا أنك تتعلم تعابير وجمل وأمثال مش كلمات. ما في شيء اسمه بي بوك كتاب أبل تفاحة، هذا مستوى صف أول ابتدائي. بدك تتعلم بعض الأمثال، بعض الجمل، بعض الأبيات الشعرية، بعض الجمل الدارج، الأشياء المنتشرة بين الناس، عشان لما تروح على دولة أجنبية ما توقف زي الأهبل. لو تدربت لحالك ممكن تسجل صوتك وانت بتحكي إنجليزي وبعدين ترجع تسمعه، شوف شو الكلمة اللي غلط فيها، شو الكلمة اللي نسيتها، شو الجملة اللي تأتأت فيها، شو الكلمة اللي عدتها مرتين ثلاث. أو بتصور حالك فيديو وانت بتحكي إنجليزي وارجع اتفرج على الفيديو. أو أغلبية الناس شو بعمل، بتكلم قبل المراية وهو بتطلع في حاله، فبشوف وين الأخطاء اللي عنده، بشوف كيف شكله وهو بيحكي إنجليزي، مرتبك ولا لا. في النهاية بالتوفيق للجميع، اللي عنده أي سؤال يسأل تحت بالكومنتات، احنا كل فترة بنعمل فيديو الرد على أسئلة المتابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.